الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله ومرحبا بكم، وطبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وتبوأتم من الجنة منزلة. وهذا هو اللقاء الأول من دورة استكشاف المواهب وتنميتها، وهي الدورة الثامنة من دبلومة المربي القائد. السؤال الأول دائما: ما أهدافكم من حضور الدورة؟ أستاذة ضحى. نعم، أجاوب. يعني تفضل. التعرف على العلم الجديد، الاستفادة من هذا العلم، تطبيقه وإسقاطه على الواقع نعم، علم فقط. الإيه؟ اللي هو علم المواهب، البحث عن المواهب نعم واستكشاف المواهب، لأن هذا حقيقة علم. نعم، بارك الله فيكم. إعطاء معلومات، اكسب مهارات، استفادة واستمتاع، إتقان في جو من المتعة والفائدة. أيضا تفعيل هذا الكلام في أرض الواقع كما قالت الأستاذة ضحى، جزاها الله خير. نعيش إن شاء الله مع خمسة محاور، وهذه الدورة يعني من جمالها وروعتها أنها تهتم بالتطبيق أكثر من الكلام النظري. أهم شيء فيها التطبيق. أولا، ما هو مفهوم اكتشاف الموهوبين ورعايتهم وخصائصهم؟ ثم سنتحدث عن أساليب وأساسيات اكتشاف الموهوبين، خطط وأدوات اكتشاف الموهوبين، وسنرى إن شاء الله بعض البرامج، برامج رعاية الموهوبين في خمس دول. سنرى في الأردن، أستاذ ضحى معنا، سنرى من الإمارات، سنرى من السعودية، سنرى من البحرين، سنرى من سلطنة عمان. وأيضا في مهمة ختامية ينبغي على كل متدرب معنا أن يؤديها حتى يفعل ما تدرب عليه. طبعا هذا الجدول المعروف، جدول الذاتي KWLQ. ماذا أعرف؟ نوليدج. لابد تكتب عندك ماذا تعرف عن هذا الموضوع في ورقة، في دفتر. يعني أستاذ ضحى أو كل من يتابع هذه الدبلومة لابد يكون له دفتر اسمه دبلومة المربي القائد. ليه؟ عشان في 22 دورة، لو كل دورة تاخد منك خمس صفحات محتاج كشكول 100 صفحة على الأقل. فتكون كاتب ماذا أعرف عن هذا الموضوع، ماذا أريد أن أعرف، مش هتاخد منك حاجة في دقيقتين وانت جالس. ماذا أريد أن أعرف، ماذا تعلمت، استفدت إيه. السؤال لديك، السؤال اكتبه: العلم قيد، العلم صيد، والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. وقد رأينا بأعيننا كثيرا من الناس يقولون نحن نحفظ وسنكتبها في مخنا، في أذهاننا، في قلوبنا، لقد كتبت وثبتت، ثم بعد أيام لا نجد منها أثرا. فإذا الكتابة مهمة جدا. وفي رسالة كتبتها في هذا الموضوع اسمها تذكير الصحابة بإعجاز القرآن وفضل الكتابة، موجودة في تذكير الصحابة بإعجاز القرآن وفضل الكتابة. القرآن، من إعجاز القرآن أنه قرآن مقروء وكتاب مكتوب، فالكتابة مهمة جدا، والكتابة لها تأثير أقوى من القراءة، لأن القراءة من يقرأ من حفظه قد ينسى، فأما من يقرأ من خطه، من سطره، فهذا أقوى لأنه يضبط، إنما يقرأ من حفظه قد يروي بالمعنى. ولهذا كانوا يقولون كتاب ابن المبارك خير من حديث وكيع. نعم. مقدمة: الموهبة كالزهرة إن لم يتم رعايتها تذبل وتموت، وما أكثر المواهب التي ضاعت وانعدم بريقها أو انطفأ بريقها لعدم الاهتمام بها، في المساجد، في المدارس، في المؤسسات. في طبعا بنشوف ده في اليابان كيف ان ايه، لابد يكون في تفاعل، لابد يكون في تنشيط، لابد يكون في تحفيز، لابد يكون في اكتشاف للمواهب، وهذا يغير مسار الاهتمام بموهبة الطالب، قد يغير مسار حياته كاملة. الموهبة، الموهبة تالنت ان انجلش، الاستعداد الفطري لدى المرء للبراعة في فن او نحوي، يكون في استعداد فطري في الاصل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا استاذ اشرف، انضم الينا الاستاذ اشرف من اوغندا. الموهوب تالنتد اللي هو الشخص الذي يرتفع مستوى ادائه عن مستوى العاديين في مجال معين اكاديمي او غيره. بنلاحظ ان هذا الشخص غير عادي، شخص غير عادي، يعني معتاد ان الطفل مثلا في السن الرابعه او في السن السابعه او في سن التاسعه ان هو اقصى شيء يفعله ان هو يرسم يعني زهره، يكتب بعض الكلمات، بعض الحروف، انما نجد خطيبا بارعا في تلك السن ولا يلحن في كلامه، يبقى دي موهبه.
نجد طفلا يتكلم بلغتين، ثنائي اللغة أو ثلاثي اللغة، وبإتقان وبحرفية، يبقى ده موهبة. نجد شخصا يعني بارعا ومتقنا لأكثر من مجال، موهبة. فإذا هذا الشخص أداؤه غير عادي، عنده طاقة زائدة. يعني في اليابان التقيت بأحد الإخوة، مغربي مقيم في اليابان، وكان في كوريا الجنوبية، كان مقيما في كوريا الجنوبية، وما شاء الله يعني حتى كل الإخوة لاحظوا عليه هذا، اللهم بارك. الفرنسية مع الفرنسية مع العربية طبعا الأصل، مع الإنجليزية مع الكورية مع اليابانية، فاللهم بارك يعني. في مجهود. هو قال لي أنا عندي طاقة زايدة، ما شاء الله، وهذا شيء جميل. بتجد شخصا عنده طاقة زائدة ليس عيبا، للأسف احنا بنتعامل مع الطفل اللي عنده الطاقة الزائدة تعاملا سلبيا. اسكت اضربه واخبطه على وشه، مش عارف، نفضل نهدم فيه نهدم فيه نهدم فيه حتى نطفئ موهبته. هو موهبته انه عنده طاقة زائدة، كيف نفعل هذه الموهبة في حال الواقع، في أرض الواقع؟ هذه مهمتنا التي نبحث عنها من خلال هذه الدورة إن شاء الله. إدارة المواهب، تنفيذ استراتيجيات متكاملة وأنظمة مصممة لتحسين عمليات اكتشاف مواهب وتطوير الموهوب، والاحتفاظ بذوي المهارات المطلوبة والاستعداد لتلبية الاحتياجات التنظيمية الحالية والمستقبلية. إن أنا أفهم طبيعة هذه الموهبة وكيف أنميها. الإبداع innovation، القدرة على تكوين وإنشاء شيء جديد، أو دمج الآراء القديمة أو الجديدة في صورة جديدة، أو استعمال الخيال لتطوير وتكييف الآراء حتى تشبع الحاجيات بطريقة جديدة، أو عمل شيء جديد ملموس أو غير ملموس بطريقة أخرى. سؤال: هل أنت موهوب؟ فكروا جميعا في هذا السؤال، واكتبوا الأشياء اللي هي كي، اللي هي اللي قلنا الأربعة كي دبليو ال كيو، ماذا تعرف وماذا تريد أن تعرف، وأسئلتك، وكل هذه الأشياء اكتبوها إن شاء الله وجهزوها. فضلا أستسمحكم، أصلي المغرب ثم أرجع إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أيها الحباب. نكمل إن شاء الله تعالى ما وقفنا عنده. مرحبا، انضم إلينا بعض الوجوه الطيبة، الأستاذة طليوة الفردوس، الأستاذة أظن أريجة الدعوة أو النوجة الدعوة، مرحبا. أستاذة ضحى، أهلا بكم. نعم، طيب، فكرتم في السؤال، الأسئلة اللي فاتت في الأول خالص، احنا جمعنا بعض الأسئلة في أول الدورة، ألا وهي، أنا هكبر الشاشة، أرجو لو الشاشة واضحة عندكم وكبيرة أخبروني، أشكري. أنا الآن كبرت الشاشة، تمام. كان الأسئلة: ماذا أعرف، ماذا أريد أن أعرف، ماذا تعلمت، سؤال، الجدول الذاتي كي دبليو ال كيو، هذا مهم جدا في أي دورة، يفيدكم جدا إن شاء الله. طيب، السؤال: هل أنت موهوب؟ من يجيب؟ السؤال بهل هذا سؤال مغلق، يسمى بالأسئلة الإيه؟ الأسئلة المغلقة، نعم أو لا، خلاص. مش صعب. هل أنت موهوب؟ أستاذة ضحى، هل أنت موهوبة؟ أستاذة طلبة فردوس، هل أنت موهوبة؟ الأستاذة أريجة الدعوة، هل أنت موهوبة؟ الأستاذ أو الأستاذة هواي أو هواي، هل أنت موهوبة؟ أنا لم أدري، هواي ربما الأخت إكرام مشتركة معنا في الدبلومة. فكروا في هذا السؤال وأجيبوا الآن إن شاء الله صوتيا أو كتابة، في معكم دقيقة أو دقيقتان. نعم، يعني بتصور إنه أي إنسان فينا موهوب، نعم، يعني أي إنسان فيه عنده موهبة معينة، بس هو يكتشفها. يعني تمام. يعني السؤال: هل أنت موهوبة؟ أكيد نعم نعم، الحمد لله. بالطبع. هل اكتشفت موهبتك؟ هل عرفت أنت نعم موهوبة في بعرفها. ماذا؟ ممكن تطلعينا على هذا، ولا نعم، من باب لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيدوا لك كيدا؟ إيش رأيك؟ ما تخافيش، لن نكيد لك، ولو كدنا لك والله أنت فين وإحنا فين، ما العين لا مش لا لا، هتوصل. يعني
هو الحقيقة أنا من زمان يعني وقت ما كنت صغيرة في السن بحب أتعلم أي شيء، أي علم مفيد بحب أتعلمه، نعم ما شاء الله. وكنت كتير بحب أقرأ بالقراءة، يعني أنا موهوبة بالقراءة يعني الحمد لله، أحب القراءة جدا الحمد لله ما شاء الله، الحمد لله. وفعلا هذه الموهبة نفعتك نعم الحمد لله في قراءة الحمد لله القرآن. الحمد لله، أي أيوة والله الحمد الحمد لله لله. رب العالمين. هل كتبتي؟ هل لديك موهبة الكتابة أم القراءة فقط؟ لا القراءة، أحب القراءة جدا يعني أكثر من الكتابة، ما يعني شاء كان الله. في محاولات كتابية لكن القراءة أكثر. نعم ما شاء الله، بارك الله فيك. طيب الأستاذة هواي أو هواي قالت نعم لدي موهبة حب العلم، شغف كبير بالعلم، عظيم. أظن أنت أخت إكرام صحيح؟ هواي أخت إكرام أم مين؟ الحقيقة أنا معي جوائز، معي هنا بعض الجوائز، ولكن ما دمتم بعيدين فما أستطيع أن الشوكولاتة والتمر وهذه الأشياء، خليها بقى لو في حد من تطوان نعطيه إن شاء الله. تمام أستاذ إكرام، لما تيجي إن شاء الله نعطيك يا أستاذ إكرام، عندما تزورينا إن شاء الله نترك لك واحدة من الشوكولا أو التمر. طيب مين تاني؟ أستاذة طلبة الفردوس أيضا تطوان إن شاء الله، إذا أجابت نعطيها، إذا أجابت نعطيها إن شاء الله. طيب خلينا إن شاء الله فكروا في السؤال، هل أنت موهوب وما هي موهبتك؟ نتابع هذا الفيديو كيف تكتشف موهبتك. السلام عليكم، لدى كل واحد منا موهبة. هنا بقى الإعلانات اللي بتطلع دي، الله المستعان. تحمل مجموعة من القدرات والمهارات التي تميزه وتفتح له. السلام عليكم، لدى كل واحد منا موهبة تحمل مجموعة من القدرات والمهارات التي تميزه وتفتح له أبواب النجاح والتألق في مختلف مجالات الحياة. في مجالات الحياة في محاولة لاكتشاف المواهب الدفينة والقدرات الكامنة، انتقينا لكم بعض أفضل الأفكار والخطوات العملية لتسهل على نفسك اكتشاف موهبتك. الخطوة الأولى، لا تنتظر من الموهبة أن تظهر لوحدها، اخرج من جو السكينة والهدوء واذهب في مغامرة لاكتشاف الذات والخوض في تجارب جديدة. حدد لنفسك هدفا بأن تجرب شيئا جديدا كل أسبوع. جرب الانضمام إلى نادي رياضي لرياضة لم تمارسها من قبل. جرب الرسم أو التصوير أو تسلق الجبال أو أي شيء، فلن تعرف أبدا أنك تجيد شيئا ما لم تجربه بنفسك. الخطوة الثانية، ألقي نظرة على ماضيك، استرجع ذكريات طفولتك، ما الأشياء التي كنت تقوم بها بكثرة في صغرك؟ ما الصفة التي كنت تعرف بها؟ ما هي المواد التي استمتعت بدراستها في المدرسة؟ فكر أيضا في بعض التي استمتعت بدراستها في المدرسة. فكر أيضا في بعض المواقف الصعبة التي صادفتها في حياتك والتي توافقت في التعامل معها. كل هذا سيساعدك على حجب الغطاء عن بعض المواهب والقدرات الدفينة. الخطوة الثالثة، فكر فيما أنت مهووس بفعله. ما هي الأشياء التي سئم الآخرون وتعبوا من سماعك وأنت تتحدث عنها؟ ما هي الأشياء التي تستمتع بفعلها؟ فكر في هذه الأشياء على نحو عميق وخارج الصندوق حتى تستخلص من هوسك موهبة أو مهارة تفيدك في حياتك. الخطوة الرابعة، تعقب إنجازاتك ونجاحاتك. لا تستهن أبدا بإنجازاتك مهما كانت صغيرة ومتواضعة. حاول أن تعطي اهتماما وتقديرا أكبر لنجاحاتك وإنجازاتك حتى تتمكن من تحديد الأشياء التي قد تكون لديك فيها موهبة طبيعية. الخطوة الخامسة، اسأل الناس من حولك. يستطيع الناس من حولك أن يقدموا لك منظورا خارجيا عن نفسك ووصفا شاملا لقدرتك ومميزاتك التي قد لا تكون عالما بها. فاسأل عائلتك وأصدقائك وحتى مدرسيك في المدرسة ليساعدوك على معرفة هذه المميزات.
الخطوة الثالثة، واجه بعض التحديات. عندما نكون ملزمين بمواجهة بعض الصعاب والتحديات، تتاح لنا فرصة أكبر للتعرف على قدراتنا ونقاط القوة لدينا. فإذا قررت التغاضي عن هذه التحديات واختبأت وراء حياة هادئة مريحة، فأنت تحرم نفسك فرصة التألق. واجه مخاوفك وتصدر المشاكل والصعاب، اخرج وعش حياة أكثر حيوية حتى أنت تحرم نفسك فرصة التألق. واجه مخاوفك وتصدر المشاكل والصعاب، اخرج وعش حياة أكثر حيوية حتى تكون لديك فرصة للتعرف أكثر على نفسك. هل تعلم إن ضرب الأطفال على الوجه يقتل من 300 إلى 400 خلية عصبية في الدماغ، بينما المسح والتربيت على الرأس يقوم بخلق خلايا دماغية جديدة؟ مرحبا بك صديقي في قناة كيف عالم تمام. فده شيء جميل جدا، مسألة إيه؟ ان انت تكتشف موهبة الطفل لا ان تقتلها بالضرب. الله مستعان. نلاحظ اننا بدأنا بهل انت موهوب وهل اكتشفت موهبتك. ما سبب هذا السؤال؟ السؤال سببه هو أنك كيف تكتشف مواهب الآخرين وأنت لم تكتشف موهبتك؟ تمام؟ فقد الشيء لا يعطيه. كيف تكتشف مواهب الآخرين؟ تبقى حضرتك مسؤول عن اكتشاف المواهب، ولكن أنت في ذات الوقت لم تكتشف موهبتك. فيستحيل أن تعطي الناس وأن تكتشف مهارات الناس، أولادك أو أي شخص آخر، ما لم تكن موهوبا وقد اكتشفت فعلا موهبتك. أعجبتني كلمة الأستاذة ضحى جزاها الله خيرا لما قالت كل إنسان لديه موهبة أو مواهب. لأن إيش معنى الموهبة؟ هي هبة من الله سبحانه وتعالى. الله يهب الخلق، يهب لمن في القرآن الكريم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، عطية منحة من الله سبحانه وتعالى، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. إذن الأولاد موهبة، عطاء من الله سبحانه وتعالى. الله خلق الإنسان وأودع فيه ما يمكنه من الإنجاب، رجلا كان أو أنثى، هذه هبة من الله. الله خلق الإنسان وأودع فيه من الأخلاق والخصال الحميدة ما يمكنه أن يكون إنسانا صالحا، هذه هبة من الله. الله خلق الإنسان وأودع فيه بعض بل كثير من القدرات التي يستطيع أن يغتنمها ويواجه الصعاب ويغتنم الفرص ويصل لما يريد، هذه أيضا مواهب. المواهب كثيرة جدا. ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب، الله يعطي من يشاء، فقف على حد الأدب. الآن نبدأ في المحور الأول وهو مفهوم اكتشاف الموهوبين ورعايتهم وخصائصهم. نعم، في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان بن عفان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم يعني علم المواريث مين؟ زيد بن ثابت، وأقرأهم أبي بن كعب. الله، أقرأ القراء. وذلك في الحديث أن الحبيب عليه الصلاة والسلام قال له يا أبي، شو بقى موهبة التي منحها أبي؟ قال له يا أبي إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فقال أبي أو سماني ربي، يعني قال اقرأ القرآن على أبي باسمه، قال نعم، فبكى أبي رضي الله. يا سلام. ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. قرأتم الحديث؟ سمعتم الحديث؟ الآن أخبروني بارك الله فيكم ببعض الفوائد التي استفدتموها من هذا الحديث في عنوان الدورة، وهو استكشاف المواهب وتنميتها. أستاذة ضحى تفضلي. أستاذة إكرام بعد الأستاذة ضحى. السلام
يعني الفوائد الحقيقة بنشوف المواهب متنوعة عند الناس، يعني ليست موهبتي كموهبة أختي أو ليست موهبة أختي كموهبة الأخريات، فالمواهب متنوعة ومتعددة، وكل واحد رب العالمين كل إنسان أعطاه جانب معين من الجوانب الإنسانية. يعني مثلا أبو بكر كان أرحم الناس، أرحم واحد بأمته، أشدهم في أمر الله هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني هيك بنشوف المواهب متعددة، يعني الهبات من الله زرع في نفوس الناس مختلفة. ف يعني كل الناس، وهكذا الناس، يعني كل الناس في عندهم مواهب متعددة، يعني منهم الرحيم، منهم القاسي، منهم المتطفل، منهم المتسلط، منهم المتجبر، وأمثلة كثيرة في المجتمع نراها. يعني تمام ما شاء يعني الله. عندنا أطفال بالبيت مثلا، كل طفل بيكون عنده شيء معين، بذرة خير، بذرة شر لا قدر الله، يعني بنحاول نحد منها، بذرة الخير بننمي له إياها. فكل إنسان في عنده موهبة معينة أو جانب معين من جوانب الإنسانية اللي رب العالمين زرع في هذه النفس. بارك الله فيكم يا سادة، ما شاء الله. تعليق مهم ومفيد جدا، إن كل إنسان له موهبة في جانب معين. أستاذة إكرام تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة ما يمكن استخلاصه من هذا الحديث النبوي الشريف، أن الله تعالى خلق كل الخلائق أقوى، منح له منه عز وجل، أي أن الخلائق أنواع، كل له صفة مميزة له. السلام. تمام ما شاء الله بارك الله فيك. فإذا أنا أيضا أستفيد، أشارككم القول، أن الموهبة التي منحها الله سبحانه وتعالى لأبي بكر الصديق مختلفة عن موهبة عمر، وأن الموهبتين مكملتان. يعني إيه؟ يعني أحيانا نحتاج إلى رحمة أبي بكر، وفي ذات الوقت نحتاج إلى شدة عمر، وأحيانا نحتاج إلى شدة عمر، ونحتاج أيضا يعني إيه لينتظم الميزان، نحتاج إلى رحمة أبي بكر. ولذلك لما كان أبو بكر رضي الله عنه رحيما بالمؤمنين في بعض المواقف، كان رحيما بالناس في بعض المواقف، كان عمر شديدا، ونزل القرآن موافقا لعمر في مثلا غزوة بدر، لما الرسول عليه السلام قبل الفداء واستشار أبا بكر: ما قولك يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، هؤلاء أبناء العم والعشيرة، وأنا أرى أن يعني أن نرفق بهم ولا نقاتلهم ولا يعني نقتلهم، نتركهم هكذا ونفديهم. وأثر في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يفك أسر بعض المشركين مقابل تعليم المسلمين وغير ذلك، والفداء يدفعون مالا ثم يطلق سراحهم. عمر بن الخطاب قال: لا يا رسول الله، أرى أن تمكنني من فلان أحد أصهاري، وأن تمكن عليا من فلان من عقيل أو من كذا، وأن تمكن كذا من كذا، حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا محبة لهؤلاء القوم الكافرين. نزل القرآن موافقا لمين؟ إلى عمر لعمر بن الخطاب. أكيد. تمام؟ نعم. فإذا شدة عمر جاءت في محلها. طيب، في موقف آخر أبو بكر رحيم، نعم، ولكن لما تولى الخلافة وكفر من كفر كما في الحديث، وكفر أكثر العرب، أكثر العرب ارتدوا عن الإسلام، وقال قائلهم الحطيئة: أطعنا رسول الله إذ كان بيننا، فيا لعباد الله ما لي أبي بكر، أيورثها بكرا أن جاء بعده، وتلك لعمر الله قاصمة الظهر. قال: كنا نعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقات إعمالا لأمر الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقد مات رسول الله، فلماذا نعطيك يا أبا بكر؟ فأبو بكر الصديق قال: والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والإيه والصلاة. ليه؟ فإن الصلاة حق الله، والزكاة حق الإيه، حق العباد، حق المال. والله لو منعوني عقالا، يعني حبلا، وتروى عناقا مثل الغنم، المعز، كانوا يؤدونها، صغار المعز،
كانوا يؤدونها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. عمر بن الخطاب قال: يا أبا بكر، كيف تقاتلهم وهم مسلمون وهم يصلون؟ قال له: أبدا، مستحيل. طيب، فإذا في هذا الموقف أبو بكر رحيم، نعم، ولكن رحمته، لأنه هو رحيم بهم، خائف، يخاف عليهم أيضا من النار، فلما قاتلهم رحمته أنقذت الإسلام والمسلمين، ولولا هذا الموقف ما كان الإسلام ولا كان المسلمين. تمام. الأخت إكرام تقول: أبو بكر سمي صديقا لصدقه في كل شيء، خاصة في، نعم، لأنه قال: إن كان قال فقد صدق. أيضا الحياء، حياء عثمان، حياء عثمان رضي الله عنه، عندما دخل عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، هو كان جالسا الرسول عليه السلام، وبعدين دخل، إيه، دخل أبو بكر، فعادي الرسول ظل كما هو، دخل عمر لم يتحرك الرسول، دخل عثمان، كانت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم منكشفة، فغطى فخذه، فقالت له السيدة عائشة وبعض الصحابة: يا رسول الله، ماذا فعلت ذلك؟ قال: أوما أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ لو عثمان بن عفان رضي الله عنه، أعلمه بالحلال والحرام معاذ، خاصية لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، كان عالما وفقيها، إن شاء الله يعرف الحلال والحرام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على مخلاف، بعث معاذا وبعث أبا موسى الأشعري على مخلافين في اليمن، مثل المحافظة كده أو الولاية، وأفرادهم زيد بن ثابت، زيد يعرف المواريث ويتقن علم المواريث. إذا الرسول هنا، الفائدة المهمة جدا، كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتشف مواهب هؤلاء الناس، هؤلاء الصحابة، كيف يعني عرف أن أبا بكر رحيم، عرف أن عمر شديد، من ماذا؟ عرف صدق، عرف إيه، حياء عثمان. كيف الإنسان يصل إلى هذا الأمر؟ بأشياء. أولا فيما بينه وبين الله تكون في فراسة، تقي فراسة المؤمن، فإنه يرى بنور الله، ينظر بنور الله، إن في ذلك الآيات للمتوسمين. وأيضا فائدة أخرى وهي المخالطة، ففيما بينك وبين الله تتقي الله وتخشى الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. تمام. أما فيما بينك وبين هؤلاء الناس أنت تخالطهم، فمن كثرة المخالطة تستطيع أن تحكم أن أبا بكر رحيم، أن عمر شديد. وذلك عمر بن الخطاب في موقف المواقف لما كان جالسا الحبيب عليه الصلاة والسلام، كان مع مجموعة من النساء كما في الصحيح، يحدثنه ويستكثرنه، يعني يطلبن منه المزيد من المال أو من العلم، من هو من لا يشبع عن طالب علم وطالب مال. فماذا فعل الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ كان يتعامل معهن بكل رفق وبكل رحمة، لأن أيضا أعظم خصلة تميز الحبيب عليه الصلاة والسلام هي إيه؟ ها؟ إيش أعظم خصلة؟ أعظم موهبة وهبها الله حبيبه صلى الله عليه وسلم؟ من يعرف؟ كانت له مجموعة صفات. لا، واحدة واحدة واحدة، أعظم حاجة واحدة. أعظمهم سهلة، محبته في قلوب الناس، رحمة، الرحمة، الله يفتح عليك، الرحمة. الدليل إيه؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نفي إثبات، حصر وقصر، ليس إلا الرسول رحمة، الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم، ذلك رحمته تظهر في القتال، ذلك سورة القتال تسمى بسورة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الرحمة لا تظهر إلا في الشدائد، جزا الله الشدائد كل خير، عرفت بها عدو من صديق. فبتيجي الشدائد والرسول صلى الله عليه وسلم في الشدائد يقول إيه؟ لا تقتلوا شيخا، لا تقتلوا صبيا، لا تقطعوا شجرا، رحمة. وبالتالي أبو بكر كان متميزا وكان خليل الحبيب عليه الصلاة والسلام. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت إيه؟ أبو بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فكان ملازما لخصال الحبيب عليه السلام، ومتبعا لآثاره، ومقتديا بأقواله وأفعاله، حتى إنه كان يتكلم أحيانا ككلام الرسول عليه السلام، يسأل الرسول عليه السلام عن شيء فيجيب، ثم يسأل أبو بكر عن شيء فيجيب بنفس إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ماشي على نفس الطريق. تمام. كما في إيه، كما في صلح الحديبية. المهم، المقصود
فإذا عمر الرسول عليه الصلاة والسلام جالس مع النساء، يحدثناه ويستكثرناه ويطلبنا المزيد من المال أو من العلم، ويرفع عالية أصواتهن. ماذا حدث؟ دخل عمر بن الخطاب. شوف الفرق بقى. لما دخل عمر حدث ارتباك في الموقف، اللي كانت واقفة جلست، واللي كانت جالسة تحركت واختبأت خلف الحجاب، والدنيا اتلخبطت. قال ايه يا جماعة خير؟ فعمر بن الخطاب تعجب وقال اي عدوات انفسهن، خطب هؤلاء النسوة من خلف الحجاب والرسول صلى الله عليه وسلم جالس، فدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاطبهن ايه، بغير حجاب، يعني مش لا مش مش لا يوجد جدار عازل فيما بينهما، انما مع عمر اختبأنا خلف الحجاب. اي عدوات انفسهن اتهبناني ولا تهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول عليه السلام ضحك. في مثل هذا الموقف الرسول ماذا يصنع؟ ضحك. وكان صلى الله عليه وسلم اذا ضحك ايه، يتبسم، ليس الضحك بالكهكهة وكذا، لا، كان جل ضحكه التبسم كما قال السيدة عائشة رضي الله عنها، تبدو أنيابه أو تبدو نواجذه. المهم، فقال له عمر مما تضحك يا رسول الله؟ قال عجبت لهؤلاء النسوة، يعني عندما فعلنا هذا معك. فقال له عمر يا رسول الله إياك أحق أن يهبن، المفترض الهيبة والاحترام والتعظيم يكون لك أنت مش لي أنا، أما لما جيت أنا أتحركوا وخافوا. فقالت واحدة منهن من خلف الحجاب نعم يا عمر أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بصراحة يا عمر أنت شديد وغليظ، يا تقصد إيه أفظ أشد أفظ وأغلظ، يعني إيه شديد غليظ وشديد. لا يقصد بها أن الرسول غليظ وهي وعمر أغلظ، أو الرسول فظ وهذا أغلظ، لا، أحيانا يأتي أفعل بمعنى فعيل، أنت غليظ وفظ في أسلوبك ومعاملتك. كان في عمر صحيح كان شديدا، سبحان الله رضي الله، كان في موقف من المواقف. شوف شوف أنا بكلمكم إيه، مواقف مواقف مواقف، موقف من مواقف، دي موهبة، الشدة دي موهبة مش عيب، خد بالك. في موقف من مواقف عمر بن الخطاب كما نقل البعض، يا جماعة لحد فتح المايك يغلقه عشان يعمل يوشوش، بارك الله فيك. ففي موقف من المواقف سيدنا عمر رضي الله عنه كان مع امرأة من نسائه، فتكلمت في أمر المسلمين، في أمر الخلافة، فعمر الخطاب أعطاها كلمة قوية، قال له وما شأنك أنت بأمور المسلمين والخلافة وكذا، إنما أنت كالدمية يلعب بها، أعطاها كلمة صادمة. فكان شديدا جدا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومع ذلك كان يقول ايه، كان لا ينام ليلا، لا ينام الا قليلا. سأل احد الناس يا امير المؤمنين لماذا لا تنام؟ قال انني ان نمت نهاري اضعت رعيتي، وان نمت ليلي اضعت نفسي امام ربي. يا سلام، شدة بحق، مش كلام وخلاص. وبعدين كان نايم تحت الشجرة وجاءه رجل، مواقف مواقف كثيرة. المهم، فحينئذ قال النبي عليه الصلاة والسلام لما عمر قال إيه، لما المرأة قالت أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا شوف بقى الآية، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا عمر الحبيب عليه السلام قال له حينئذ إيهن يا ابن الخطاب، هنا بقى شوف الدليل بقى على الموهبة، قال إيهن، إيه اسم فعل أمر بمعنى زد، إيهن يا ابن الخطاب لو رآك الشيطان سالكا فجا لسلك فجا غير فجك، لو شافك ماشي من طريق يمشي من طريق آخر. يبقى إذا شدة عمر تنفع أم لا تنفع؟ مفيدة ولا مش مفيدة؟ موهبة ولا مش موهبة؟ تمام، اللي معايا يكتب واحد أو يتكلم. أكيد أكيد موهبة. طيب، طبعا. يبقى إذا هذه فيها فائدة مش عيب، أنت قد تراها عيبا، ولكن عمر بن الخطاب لو كان رحيما تبقى عيب، لأن موهبة تراه إيه؟ شدة. أبو بكر لو كان شديدا يبقى عيب، لأن موهبته رحمة، وهكذا الأمور ماشية بمقادير، وكل شيء عنده مقدار، وهكذا. وأدي زيد بن ثابت والمواريث، وزيد بن ثابت كان قارئا أيضا،
يعني متعدد التخصصات ما شاء الله. وأقرأهم أبي بن كعب، ولكل أمة أمين، ومن هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. وعمر بن الخطاب استفاد من هذه، استفاد. ولذلك عمر بن الخطاب لما قبل أن يموت قالوا له: طيب من تولي بعدك؟ إيش رأيك من تولي بعدك؟ فعمر بن الخطاب قال لهم: في خمسة من الصحابة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وهو راض، فأنا إن استخلفت فقد استخلف من هو خير مني اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فأنا ممكن أستخلف، أقول عثمان وخلاص وانتهى الموضوع. ولكن أرى أن تضع هذا الأمر في خمسة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وهو راض. قال له: طيب هنحط معاهم عبد الله بن عمر. قال: أبدا، كفاية، يكفي من آل الخطاب واحد تحمل هذه الأمانة، أنا لو كانت مصيبتي نسأل الله السلامة ولو دخلت النار كفاية واحد بس من آل الخطاب، مش عايزين نزيد الطين بلة. فما بتدخلوش ابن عمر في إيه، في موضوع الخلافة، ما يدخلش، لا يستخلف ولا شيء، يعني ممكن تستشيروه حاجة إنما لا يدخل في شأن الخلافة. المهم، فيروى عن عمر أنه قال: اللهم إني لو استخلفت أبا عبيدة ثم سألني ربي لقلت إنه رجل قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل أمة أمين، وهذا إيه، وهذا أمين هذه الأمة. فاستفاد عمر بن الخطاب من إيه، من هذه الفائدة. وكان أبو عبيدة، لعل الأخت ضحى من الشام تعرف هذا، كان فين؟ كان في الشام، كان في الشام، كان نعم. في هناك في فلسطين، بيت المقدس. ولما جاء عمر ليفتح بيت المقدس تسلم مفتاح بيت المقدس، ورآه أبو عبيدة من بعيد. وبعدين كان عامل إزاي عمر بن الخطاب؟ شوف شدة عمر بقى، في شدة في الحق، ومعه عامله واحد، العامل بتاعه راكب على الحمار على الدابة وعمر ماشي، وعمر بن الخطاب أخذ حذاءه ووضعه تحت إبطه وشمر عن ساعديه وعن ثيابه ويخوض مخاضة، بيعبر مخاضة، لأن هو متفق مع، ما كانش فيه لا طائرات ولا سيارات ولا شيء، متفق مع خادمه على إيه، إن الطريق يقتسمان في الطريق، أنت تركب شوية أنا أركب شوية، مش معقول بقى أنا أمير المؤمنين وموتك خليك ماشي طول الطريق. شوف الشدة بحق، الشدة حقيقية، مش شدة عنف وظلم، لا، الشدة في موضعها، الحكمة وضع الشيء في موضعه. فلما وصل، حظ عمر بن الخطاب الحظ السعيد إن هو كان هو الدور عليه وهو ماشي والعامل راكب. فأبو عبيدة شاف عمر بن الخطاب من بعيد وقال: يا أمير المؤمنين، لا، ما وصل، قال: يا أمير المؤمنين، والله إن القوم قد استشرفوك. الاستشراف ان الانسان يرفع راسه كده وايه، وينظر من بعيد، والقساوسه واليهود ينظرون اليك من بعيد، فكيف انت، يعني كيف ينظرون اليك؟ قال: يا ابا عبيده، لو قالها غيرك لجعلته نكالا لامه محمد، انت يا ابا عبيده امين هذه الامه تقول هذا الكلام؟ وابو عبيده يقولها بحق، لان مهما كان هؤلاء الناس لهم نظره معينه. المهم، يشاء المولى سبحانه وتعالى أن يقبل عمر بن الخطاب ويدخل بيت المقدس. ويروى في بعض الآثار أن قساوسة بيت المقدس قالوا له: والله إن صفتك لموجودة عندنا في الإنجيل، هكذا، أنك متواضع وكذا وكذا، وهذا أصحاب الرسول محمد، التواضع وأن أنت تأتي بهذه الصورة يعني. فكان طبعا له أثر كبير جدا في يعني الإسلام هناك في بيت المقدس، وبعض الناس دخلوا في دين الله أفواجا والحمد لله. طيب، خلينا ندخل، طبعا الحديث مليء بالفوائد، احنا بنستكشف بعض الفوائد من ايه، موضوع الموعظة. هنا نشاط، هذا النشاط ينبغي على كل من هو معنا ان يفعله، لان احنا مش بنلقي محاضرة، هذا تدريب، فخدوا بالكم، كل لابد الكل يطبق، سواء كنتم معي هنا في المركز او عن بعد. احنا لو احنا أربعة، الحمد لله هم في العدد أربعة، اكتشاف الموهوبين، الجلوس على شكل مجموعات رباعية، انت كل واحد يعمل نفسه مجموعة، انت لوحدك مجموعة، مش محتاج لو معك حد في البيت ماشي، يبقى جزاك الله خير.
كل واحد يختار عنصر من هذه العناصر، اختار عنصرا من هذه العناصر الأربعة اللي هي احنا نقولها الآن، وبعدين بيجلس كل من يحمل رقم واحد مع، لو في مجموعات هيجلس مع الشخص أيضا من المجموعة الأخرى ياخد رقم واحد. طبعا الآن طالما مفيش مجموعات ممكن نخلي الموضوع كله على مجموعتين، أو كل واحد ياخد حاجة ويقول أنا استفدت إيه، وفي النهاية نلخص ونطلع بالنتيجة. تمام؟ وبعدين ما لخصته، ما استفدته، اكتبه في خريطة ذهنية، خريطة مفاهيمية، وسلم لي هذه الخريطة. الآن ابدأوا إن شاء الله معكم 10 دقائق. الحاجات الأربعة اللي معانا كل واحد هياخد واحدة. هنقول مثلا نبدأ كده بالأستاذة ضحى، هتاخد إن شاء الله من هو الطالب الموهوب. تمام؟ الموهبة لغة، وأيضا الاستعداد الفطري، استعداد فطري لإيه كذا كذا كذا. طبعا أنا هبعت لك يا أستاذة ضحى المادة العلمية مصورة اللي فيها هذا العنصر، وأنت تقرأيها إن شاء الله وتطلعي منها الخلاصة. رقم 2 الأخت إكرام، سأرسل لك أيضا صورة رقم 2 في الواتساب، وتلخصيها وتطلعي لنا، تعمليها كده في خريطة مفاهيمية، تقولي إيه الخلاصة اللي أنت استفدتيها. رقم 3 أيضا الأخ أشرف، رقم 4 معايا أنا. تمام؟ الآن أصورها إلي، أصورها وأبعث بها إليكم إن شاء الله. أستاذة ضحى تأخذ إيه؟ من الطالب الموهوب؟ آدي رقم 1. واحد واثنين موجودين في صفحة واحدة، هبعتها لكم إن شاء الله. رقم 3 الأخ أشرف، رقم 4 دي موجودة معايا أنا برضو، هبعتها لكم مصورة عشان تعرفوا إيه الكلام اللي فيها. الأخ أشرف إذا كنت معنا في المجموعة إن شاء الله في الدبلومة سأضيفك معنا في مجموعة واحدة بحيث يسهل علينا هذا الموضوع. معرفش بقى الصورة هتبقى واضحة ولا لأ، نشوف كده إن شاء الله وربنا ييسر الحال. الله، تمام، نشوف كده الأخ أشرف نضيفه معانا. شوف سكندي، تمام انا ضفتك الان. احنا ما شاء الله معانا المجموعة 8، ربنا يسهل ويجتهدوا معانا برضو يستفيدوا، لان احيانا بيكون الموعد غير مناسب عند البعض.
ممكن نبقى نعطيكم ان شاء الله، نعملها لكم في سكانر الكراس اللي هو بتاع التدريب، اللي هي بيكتب فيها محتويات الشريحة والملاحظات والخواطر والأفكار والتعليقات، ممكن إن شاء الله نعملها لكم في سكانر في PDF وتطبعوها، بحيث كل دورة يسهل عليكم إن أنتوا إيه تكتبوا في إيه الأشياء الموجودة فيها، محتويات الشريحة، الخواطر والأفكار، الملاحظات، التعليقات. هذه الأشياء هي التي تنتج الإبداع. نعم، انا لحظه بس هعدل لكم الصوره، لان طبعا زي ما انتم عارفين بعض الصور بتكون محتاجه تعديل، هعدلها لكم ان شاء الله، وهتشوفوا برضو عينه من مساله هذه الاشياء كيف تكون. تمام أستاذة ضحى، احنا اتفقنا ان انت تاخد رقم كام؟ رقم واحد. واحد وهو ايه؟ وهو من هو الطالب الموهوب؟ الآن ان شاء الله تصلكم الصفحات الأربعة، هي 3 صفحات في الأصل، ولكن الصفحة الرابعة دي فيها نموذج ل الورقة الفارغة التي نكتب فيها. لو حبيتوا تستفيدوا ممكن تطبعوها، أو نبقى نعمل لكم إن شاء الله الدفتر كاملا اللي هو الخاص بالفارغ الذي يكتب فيه، نعمله لكم في سكانر يكون خاص بالإيه، خاص بالكتابة، تطبعوه وتكتبوا فيه إن شاء الله لو عجبكم النسق اللي موضوع عليه. الآن تصلكم بإذن الله، كل واحد هتصله، انا هعملكم يعني مجموعة واحدة برسالة جماعية، يعني كل واحد تصله في الخاص ستصله هذه الصورة. تمام، وصلت؟ هي في الطريق الآن إن شاء الله. وصلت يا جماعة ولا مازال؟ لا لسه ما وصلتش؟ ما وصلش. وصلت عندك أستاذ الكرام؟ لا ليس بعد. في الطريق إن شاء الله. أنا بعض الإخوة بيرسلوني أو بيسألوا نعم، عن الموضوع. وصلت رقم الآن؟ اثنين الموضوع؟ انت الاستاذة اكرام، قلنا انت مجموعة رقم 2. موضوعي رقم اثنين؟ انواع المواهب، انواع المواهب. الاستاذة ضحى مجموعة رقم 1 مفهوم الموهبة. الاستاذ اشرف تعريف الموهوب. أنا ما وصلتني لسه. ان شاء الله تصلك الان، هي في الطريق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم لم يصل السلام. لي شيء يعني. ما وصلتك اخ اشرف؟ لابد تكون فاتح الواتساب. نعم مفتوح. طيب تمام. يلا اللي وصلته يكتب ان شاء الله، والباقي توصل ان شاء الله باذن الله.
أتحرك شوية ربما النت يكون أقوى. وصلتكم؟ نعم. وصلت الجميع يا جماعة؟ نعم وصلت. طيب. بالنسبة لي نقط، بالنسبة لي أنواع المواهب، النقط التي س لخصيها. سأشتغل عليها. لخصها، تلخيص. لخصيها نعم. هي مش كتير يعني، اختصريها كده في سطر في سطرين. بعد ما تلخصوها الاخ اشرف طبعا معاك رقم 3 صفحه. الاخ اشرف ما شاء الله احنا متوصين بيك بنحبك فاعطيناك صفحه كامله. انت ما شاء الله ازهري فليس صعبا عليك ان شاء الله ان تدرس هذه الصفحه وان تلخص ما فيها. تلخيص الصفحه تلخصها مثلا في ثلاثه اسطر اربعه اسطر، خلاصة الكلام. بعد أن تلخصوها كل يلخص ما عنده يصوره ويرسله إلي إن شاء الله، ويحتفظ بقى بالأصل عنده إن شاء الله يعطيه. ممكن نكتبها على الواتس ونبعتها يعني؟ اكتبيها، اكتبي باليدوي بالخط اليدوي بخط ايديكي وصوري اللي انت كتبتيه بدل ما تكتبي في التليفون ياخد وقت صعب. الخلاصة اكتبيها بالخط بالقلم وصوري ما كتبتي وارسلي، ارسلي على الخاص انا يوصلني اشوف ان شاء الله.
مرحبا يا أبا سعد. يلا اللي أجاب يا جماعة يرسلونا إن شاء الله مشكورا بالإجابة. الأخ أبا سعد من أي البلاد؟ أخ أبا سعد أسعدك الله، من أي البلاد؟ الأخ أشرف يقول لم يصل، ربما عنده مشكلة في الهاتف، هاتف بطيء، نت بطيء أو حاجة. أرسلتها أنا لكم. تمام، هشوفها الآن. وصلتني من رسالة ضحى. تمام، بارك الله فيك يا أستاذة ضحى. الأستاذة ضحى تقول: الأستاذة إكرام هل أكملتي؟ أستاذة إكرام أكملتي وأرسلتي أم ما زال؟ الأستاذة ضحى تقول: الطالب الموهوب هو من يملك قدرة معينة في جانب معين وضعه الله فيه، وليس للذكاء أي علاقة بالموهبة، بدليل أنه يوجد طلاب متأخرون دراسيا يكونون في المستقبل من الشخصيات الفعالة في المجتمع. صحيح، بس هي في هو صحيح من جانب وغير صحيح من جانب آخر يا أستاذ ضحى. هو الطالب الذي نحسبه غبيا في الحساب هو ذكي في العلوم، لاحظتي؟ الطالب صحيح. الذي نراه غبيا او غير ذكي في مثلا اللغة الانجليزية هو ذكي في اللغة العربية، او هو ذكي في الفن والرسم. ففي نظرية الذكاءات المتعددة، لا ادري هل طلعت عليها وتعرفينها ام لا. الذكاءات، تعرفين الذكاءات المتعددة يا استاذة ضحى؟ لا والله لا، نظرية ما طلعت الذكاءات ستأتي معنا إن شاء الله في التعليم النشط وفي بعض الدورات الأخرى بالتفصيل. الذكاءات المتعددة، يعني كل إنسان له ذكاءات، في ذكاء لغوي، في ذكاء معرفي، في ذكاء حركي، في ذكاءات مختلفة. فليس معنى أن الطالب غير ذكي في جانب أنه غبي في كل الجوانب، لا. إذا كان التقيت ببعض الناس ما شاء الله يعمل نجارا ومتقن ومحب وشغوف جدا بحرفته وينجز أفضل الأعمال، السبب أنه إيه؟ لديه ذكاء في هذا الجانب، بينما في الدراسة ليس له ذكاء فيها. المشكلة اليوم إن إحنا صحيح. بنركز، نعم صحيح، نركز دائما على الدراسة، إن هو لا بد يكون، والدراسة ليست سببا وليست يعني ليست هي أقصى شيء، لأن الدراسة أقصى نسبة في الدراسة هي كام في نشاطات الحياة؟ 20%. و80% فين؟ احنا خلينا ال 20%
هي 100%. طب و80% في نشاطات الحياة راحت فين؟ إذا كثيرون جدا من الناجحين ومن الأثرياء والمرموقين لم يحصلوا درجات عليا في التعليم، ولم يكونوا الأوائل كما يزعم البعض. لابد إن هو يكون الأول، ولابد يحصل على الجوائز، ومش عارف ويحصد الميداليات، ملهاش أي علاقة. ممكن تجد واحد بيحصد الميداليات ولكن ليست له الذكاءات الموجودة عند الطالب الآخر الذي إيه ترك التعليم أو فشل في التعليم وتفوق في مجال آخر. هي دي الفكرة، إن الإنسان يكتشف المنح الإلهية التي وهبه الله إياها. نعم أستاذة إكرام، لم تراسلينا، ما زلت لم أتلقى منك شيئا. أستاذة إكرام، هل تسمعيننا؟ نعم أنا أسمع، سأرسلها في الواتساب. كتبتي ولا ما زال؟ إذا بنناقش النقطة اللي خليتها الأستاذة ضحى ترسل إلينا الأخت إكرام. إذا مفهوم الموهبة كما رأينا هو ذكر إيه المعجم الوسيط، بيقول يشير إن الموهبة تعني الاستعداد الفطري لدى المرء للبراعة في فن أو نحوه. المعنى الاصطلاحي للموهبة، هناك من عد الذكاء هو المرتكز الأساسي للموهبة، وأنه يمكن بواسطة استخدام اختبارات الذكاء واكتشاف الموهبة وتحديد مستواها. ومن هؤلاء كل من تيرمان وليتا، حيث ذكر حواشين بأنهما يعدان أن الموهبة الموهوب هو من وصل 140 فأكثر في اختبارات الذكاء. وعلى النقيض من ذلك، فقد كان هناك من يرفض استخدام مصطلح الموهبة للدلالة على التميز في التحصيل الأكاديمي، ويعد أن الموهبة ليست لها علاقة بالذكاء. وهذا ما يعني نحن بنوازن بين الرأيين، إن هي مسألة ملهاش علاقة بمسألة التفوق الدراسي ولا الذكاء بإطلاق، إنما في ذكاءات متعددة. هو ذكي في جانب معين، الجانب اللي هو الموهوب فيه. تمام. أيضا الأستاذة إكرام أرسلت إلي الآن، هي عملت خريطة في أنواع المواهب، الموهبة العامة والموهبة الخاصة. تمام، في واحدة وصلت، التانية لسه. قالت في الموهبة العامة مستوى عال من الاستعداد والقدرة الفائقة على التفكير في جميع المجالات، وترتبط بالذكاء، المجالات العلمية والعملية والاجتماعية والقيادية والجمالية. تمام، وهي في الأصل الذكاء إيه أصل فطري يرتبط بالذكاء. دي الموهبة العامة، يعني إيه سلامة الحواس، تقدر تسميها إيه بسلامة الحواس واستعداد الحواس لاستقبال المعلومات وتفعيل المهارات وغير ذلك. دي الموهبة العامة. الموهبة العامة الإنسان إن هو عنده استعداد، إن هو يستطيع إن هو يتفوق في العلم، في العمل، في الاجتماع، إلى آخره، لأنه ذكي. المانع، يعني كما يقول علماؤنا، من له عينان ورأس يفعل ما يفعله الناس. المانع إن هو يكون مثل هؤلاء. الموهبة الخاصة مستوى عالي من الاستعداد، القدرة الخاصة بقى، أو القدرة الخاصة على الأداء متميز في مجال معين أو أكثر من مجالات النشاط الإنساني، وهي ذات أصل تكويني لا ترتبط بالذكاء، حتى إن بعضها قد يوجد بين المعاقين كمتخلف العقلية. سبحان الله، وذاك تلاحظ البعض اللي هو عنده التوحد وتجد يحافظ القرآن الكريم كاملا، موجود في عدد ليس لا بأس به في مختلف البلاد العربية، من يحفظون القرآن الكريم وعندهم التوحد. التوحد يعني ما يعرفش يتواصل مع الآخرين، يعني يعيشوا في عالمه الخاص. كان من يومين على اليوم العالمي للتوحد، فتجد عنده التوحد ويحفظ القرآن الكريم كاملا، وبعضهم يحفظ القرآن الكريم كاملا بالعربية وبترجمة معاني القرآن الكريم إلى الإنجليزية. تمام، فإذا دي موهبة بنسميها موهبة إيه، موهبة خاصة. ممكن يكون معاق مثلا في البصر، ولكن ما شاء الله في الدراسات العلمية أو في اللغة متمكن فيها، كفيف، ولكن يحفظ. الإمام الشاطبي رحمة الله عليه كان موهوبا، موهبة خاصة، وكان يحفظ القرآن الكريم كاملا بقراءاته، وكتب أعظم نظم في علم القراءات اللي هو الشاطبية، حرز الأمانة وجه الثاني. والبعض قال هذه أعظم قصيدة على الإطلاق، ليس في القراءات فقط، يعني أتحف العالم كله بها. طبعا ده كلام الأخت إيه، الأخت زينب شقير في موضوع الموهبة العامة والخاصة. شكرا يا أستاذ إكرام، نعم شكرا يا أستاذ، تفضل يا أستاذ. نعم، هي بالنسبة
نعم، ممكن إضافة نوع ثالث مثلا. هذه بالنسبة للموهبة العامة والخاصة. هناك نوع ثالث وهي الموهبة النادرة، ممكن أن نسميها. نعم، المواهب القدرات النادرة ممكن ندخلها مع الموهبة الخاصة التي. طيب أنا أستسمحكم بس نعم. أصلي، لأن خلاص نحن نعم. أقام الصلاة، أصلي نأخذ كده استراحة قليلة، أصلي وأرجع إليكم إن شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم أخت ضحى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك، أهلا وسهلا، كيف الحال؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. بالنسبة للنقطة الرابعة التي قال الأستاذ، هذا كان موضوع ممكن أشوف هاي النقطة الثالثة، قاموس شو؟ الفرق بين المواهب، موهبة والتفوق. نعم، هناك فرق بين الموهبة والتفوق. نعم. بالنسبة لرأيك، هل يوجد الفرق؟ نعم. الموهبة بين الدراسة، الموهبة والتفوق الدراسي. طب وين نقرأها؟ من وين؟ نعم، من وين بدنا نقرأها؟ نعم، ليس هناك شريحة على ما أظن. الشريحة التي بعتها خاصة فقط بالنقطتين التي اشتغلنا عليها. هذه المهم رأي فقط، ما رأيك؟ الآراء، نحاول أن نطرح اعتراضات حتى نعم. يعني أنا برأيي الذكاء ما له علاقة بالموهبة، الذكاء الدراسي، يعني اللي عنده ذكاء دراسي ليس له علاقة بالموهبة الموجودة، هي بتكون عنده يعني بداخله. يعني الدراسة منفصلة عن الموهبة، يعني بدليل إنه في أمثلة كتير في المجتمع تلاقي متفوق دراسيا بس يعني بمجالات تانية ما بيفهم شيء. صح صح فعلا. نعم، أو العكس يعني. فعلا التفوق لا يعني أنه متفوق لديه موهبة. فعلا أنا ما نلاحظه. يا رب. بمعنى الموهبة هي مرتبطة بالذكاء أو التفوق؟ التفوق والموهبة كلاهما لهما ارتباط بالذكاء، أو الذكاء يكون للشخص دون؟ ممكن يكون هيك. ممكن.
أستاذة، أستاذة ضحى، السلام عليكم.
بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. الصوت يصل؟ أين وصلتم يا جماعة؟ هل عملتم ال لخصتم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أستاذة إكرام، مرحبا أستاذة ضحى. هل لخصتم النقطة الثالثة والرابعة؟ يعني تقريبا. طيب يلا قول لنا ملخص، ملخص رقم ثلاثة، ماذا وصلتم إليه؟ يعني العلاقة بين الذكاء وبين الموهبة. تعريف الموهوب. نعم عفوا. النقطة رقم ثلاثة، تعريف الموهوب. تعريف الموهوب. صفحة كاملة، صفحة 20، شفتهاش ولا؟ الصفحة رقم ما انا سبتها لكم، قلت لكم اصلي واجي عليكم اتناقشت وجيت لقيت الصوت ساكت ما عملت، مش عارف عملتوا حاجة ولا ما عملتوش حاجة. لا عملنا عملنا ما عندكم الورقة، ما عملنا بعت لكم شوي الأربع يعني. ورقات، ورقة فارغة والثلاث ورقات. ما الملخص؟ أنا مش شايفته يعني. معرفتوش الملخص؟ مجموعة رقم ثلاثة، تعريف الموهوب. ذكر الدكتور عبد العزيز الشخص بأن قاموس ويبستر أشار إلى مصطلح الموهوب على النحو التالي. مش هو دي اللي كانت معاكم الصفحة ديت؟ لا لا مش هاي. أمال أنتوا شفتوا أي صفحة؟ ما هي صفحة واحد، من الطالب الموهوب، خلصتوها. رقم اتنين، أنواع المواهب، خلصتها الأستاذة إكرام. صفحة رقم تعريف مجموعة رقم ثلاثة هي دي اللي أنتوا كنتوا مكلفين بيها، اللي أنا قلت لكم الأخ مش موجود استفيدوا منها. رقم أربعة، الموهوب هو الذي يوجد لديه كذا كذا. على كل حال نعم. حاولوا بعد كده تجتهدوا في هذه الأنشطة عشان هتفرق معاكم وتستفيدوا منها كتير إن شاء الله. على كل حال خلاصة الكلام إن الدكتور عبد العزيز الشخص بيقول إن قاموس ويبستر يشير إلى مصطلح الموهوب أنه يشير إلى من لديه قدرة أو استعداد طبيعي، وهذا القاموس يعد مصطلح موهوب مرادفا لمصطلح متفوق. يبقى إذن هو يقرن الموهبة بالإيه؟ بالتفوق، مثل التفوق الدراسي. البعض فرق بين الموهبة والتفوق الدراسي، ومن هؤلاء جاني، حيث ذكرت زينب شقير بأن جاني حاولت بأن تميز بين الموهبة والتفوق، فربطت الموهبة بالقدرات التي تنمو بشكل طبيعي غير مقصود والتي نطلق عليها استعدادات، في حين ربط التفوق بالقدرات. شوف بقى الفرق. يبقى إذن الموهبة مرتبطة بإيه؟ بالقدرات الذكاء. التي تنمو بشكل طبيعي غير مقصود تلقائيا، ان هو مستعد، عنده استعداد، بحيث انه يفعل هذه الاشياء ونحن نراها من اصعب ما يكون، وهي في نظري تلقائية وعادية. ده الشخص الموهوب. يعني تيجي نعم تسألي شخص موهوب مثلا في اللغة تقول له ازاي، انا مستغرب ازاي، ودي ملاحظة سبحان الله، ما يجي واحد يكون متمكن ربنا فتح عليه في علم معين، تجدين الناس الذين ليست لديهم هذه الموهبة يتساءلون، يقولوا سبحان الله هو بيعملها ازاي، هو ازاي عنده بيتكلم بهذا الاسلوب ازاي. طب ممكن اسألك انت وصلت الحاجات دي ازاي؟ هو مش منتبه ان هذا الشخص موهوب في هذا الشيء، وانت حضرتك ايضا موهوب في شيء اخر، ولكنك لم تكتشف موهبتك. فانت لديك اشياء انا لا استطيع ان افعلها، وانا لدي اشياء لا تستطيع انت ان تفعلها. في الجهة الأخرى، التفوق بالنسبة للتفوق الدراسي مرتبط بالقدرات التي تنمو بشكل مقصود. لو أنا لم أذهب إلى المدرسة كيف أتفوق؟ لاحظتي؟ يبقى إذن المدرسة، التفوق الدراسي مرتبط بأن أنا أتحرك في جهة المدرسة، في جهة الجامعة، وأخذ بأسلوب التعليم النظامي حتى أصل لإيه؟ أصل للمطلوب. وبالتالي نستطيع أن نقول إنه يوجد فرق كبير جدا بين الموهبة والإيه والتفوق الدراسي، كما أنه يوجد فرق كبير جدا بين الموهبة والذكاء العام. إنما الموهبة بيكون فيها في الغالب إيه؟ ذكاء خاص. واضح؟ فيها ذكاء خاص وبالتالي الشخص يتميز فيها. إلا إذا كانت موهبة عامة، في تعدد مواهب، يعني في شخص عنده تعدد للمواهب. هنا أيضا تيرمان بيعرف الموهوب بأنه الفرد الذي لا تقل نسبة ذكائه عن 140. لايكوك بيقول من تفوق في قدرة أو أكثر من القدرات الخاصة. فإذا البعض بينظر ليها من منظور القدرات الخاصة،
والبعض ينظر لها من منظور الذكاء. أكثر التعريفات تناولت الموهوب وتنسجم مع المفهوم الحديث للموهبة هي التعريفات التالية. عرف ويتي الموهوب بقوله إنه الفرد الذي يبدي بشكل ظاهر قدرة واضحة في جانب ما من جوانب النشاط الإنساني، طبعا هذه القدرة يتفوق فيها على أقرانه. الجمعية الأمريكية القومية للدراسات التربوية أورادت حواشينا على النحو التالي: أن الموهوب هو من يظهر امتيازا مستمرا في أدائه أي في أي مجال له قيمة. يتضح من قراءة تعريف الجمعية الأمريكية بأنه أكثر التعريفات شمولا لمجالات الموهبة، إن هو بيظهر امتيازا. وذلك احنا لما عملنا مركز الفردوس قلنا نسميه إيه؟ الفردوس للتنمية البشرية والأداء المتميز، يعني الموهوبين. احنا كل ما يهمنا وكل ما يعنينا الموهوبين، وإن شاء الله جامعة الشرف باشن انترناشونال يونيفرسيتي قريبا إن شاء الله تدشن تعتني بالشغف والمواهب. شخص شغوف بالاقتصاد يبقى يندرج تحت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. شخص مثلا شغوف بالعلوم العربية والإسلامية، شغوف بإيه تحديدا؟ شغوف باللغة العربية، بالأدب ولا بالبلاغة ولا بإيه في اللغة العربية، في النحو والصرف؟ تمام، إيش الشيء اللي أنت شغوف؟ تحدد المجال، وفي اختبارات للشغف تستطيع من خلالها أن تحدد وتلاقي المتخصصين حتى تدخل الشق التعليمي الذي يتناسب مع موهبتك. نعم، فبالتالي هنا بيقول يضم ليس فقط المتفوقين عقليا بشيء، ده برضو بيتكلم على هذا التعريف، التعريف الأمريكي، بيقول إن هو ليس خاصا بالإيه بالمتفوقين عقليا، بل حتى الذين يظهرون موهبة في الموسيقى. يعني بيتهوفن كان موهوبا رغم أنه هو كان لا يسمع، موهوب في الموسيقى سبحان الله. الأعمال الأدبية، طه حسين كان موهوبا في اللغة والأدب رغم أنه كان كفيفا. المهارات دي في أيضا في التفوق الدراسي، كان في دورة عملناها قبل ذلك وتكلمنا عن هذا الموضوع بتوسع، موضوع التفوق الدراسي. في نظرية تسمى بنظرية التعويض، تمام، كما يقال كل ذي عاهة جبار. كل شخص سبحان الله تجد عنده عاهة تجدينه متفوقا في إيه؟ في جانب آخر، الله سبحانه وتعالى يعوضه، لأنه هو فيما بينه وبين نفسه يقول أنا عندي تحدي كبير الآن، أنا لا أبصر ولكن أريد أن أنا أنجز حفظ مثلا القرآن الكريم، أريد أن أنجز تعلم اللغة، أريد. فبالتالي بيعوض هذا الإيه؟ هذا النقص، تسمى بنظرية التعويض، ويعوض في جانب لا يفعله المبصرون سبحان الله. زينب شقير بتقول إن الموهوب هو الشخص الذي يرتفع مستوى أدائه عن مستوى العاديين في مجال من المجالات التي تقدرها الجماعة، سواء كان أكاديميا أو غير أكاديمي. رقم 4 معانا هي خلاصة القول في الموهوب: هو إنسان لديه استعدادات وقدرات غير عادية أو أداء متميز عن بقية أقرانه في مجال أو أكثر. طبعا هذا الموهوب أهم نقطة هنا أنه يحتاج إلى رعاية تعليمية خاصة لا تتوفر له بشكل متكامل في برامج الدراسة العادية، وبالتالي يحتاج إلى إيه؟ إلى رعاية خاصة. واضح؟ طيب، خصائص الموهوب. تفضلي حد لديه مداخلة. بالنسبة لهذا الموهوب طبعا، نعم، بالنسبة لهذا الموهوب لابد من صقل موهبته بتوفر البيئة المتاحة لصقل هذه الموهبة، طبعا المحيط الأول والمحيط التالي، وإلا فإن هذه الموهبة سوف تضمحل. صحيح، تتلاشى. صحيح، نعم. وبالتالي احنا لابد ان احنا نحتضن الموهوب، لابد ان نحتضن الموهوب ونعرف صفات الموهوب، لان نعرف من انه موهوب لابد ان اتعرف على صفات الموهوب حتى احكم بانه موهوب واستطيع ان انا ارعى موهبته وانميها. الان سنشاهد فيديو بيبين لنا صفات الموهوبين، تعرف على صفات الموهوبين. طبعا نشوف الصفات وايضا سنرى خصائص الموهوب.
هل يمكن أن تكتشف الأسرة طفلها الموهوب؟ تبين الدراسات أن الأم أول من يكتشف طفلها الموهوب بسبب احتكاكها الدائم به. ملاحظة تصرفات معينة في الأبناء تعطيك دلالات على الموهبة، سلوكيات تظهر على الموهوب في المدرسة. يشكو الملل من الدروس، يشكو بطء المنهج، لا يوجد من ينافسه، يشعر بسخافة أقرانه. سلوكيات تظهر أثناء اللعب وقضاء وقت الفراغ، يحب لعب ألعاب الذكاء، يعمل على الكمبيوتر لساعات دون ملل، يقرأ قصصاً أو كتباً أعلى من مستوى عمره، التطوع للقيام بأعمال غير مطلوبة منه، كيف يتحاور مع الآخرين، يطرح أسئلة كثيرة أعلى من مستوى عمره، يسأل أسئلة محيرة، يمتلك حصيلة عالية من المفردات، ينظم أفكاره ومعلوماته ويربط بينها، كيف يتعامل مع الأطفال في عمره، يميل لمصاحبة الأكبر منه سناً، لا يلقى القبول من الأطفال في عمره، حساس وعاطفي تجاه الأطفال بعمره، سقف توقعاته أعلى من الآخرين، سمات شخصية، شديد الوعي بذاته، ينتقد نفسه، يجادل بمهارة، لديه مهارات الإقناع، يتحدث كأنه فيلسوف صغير ويستخدم مفردات صعبة. اتبع الأساليب العلمية في التربية والتعامل معه. اقرأ أكثر عن تطوير مهارات الموهوب في بوابة موهبة والمصادر الأخرى. حاول إلحاقه ببرامج معتمدة موثوقة مثل برامج موهبة. رعايتك لابنك تظهر موهبته وتنميها لأقصى حد. طبعاً أنا نسيت أن أخبركم، لابد أن تكون عندكم ملاحظة عالية. كل واحد الآن مطالب أنه يذكر ثلاث صفات من، أو بلاش ثلاث، صفتين فقط من صفات الموهوب. عفواً أستاذ، الصوت كان عم بيقطع وأنا ما فهمت السؤال. السؤال كل واحد مطالب أن هو يذكر صفتين من صفات الأطفال الموهوبين في ضوء ما سمعتم. أنتم سمعتم الفيديو؟ نعم. تابعتم الفيديو؟ يلا كل واحد يكتب صفتين فقط. هو متفوق أستاذ، متفوق في المعرفة. أيوة. في جانب من كثير الأسئلة. أيوة. كثير الأسئلة. نعم، تفوق في الجانب المعرفي، متفوق. يسأل أسئلة إيه؟ كثير أي أسئلة وخلاص؟ ولا أسئلة إيه؟ أكبر من لا سنة. أسئلة أكثر من سنة. صح. ممتاز. أكثر أو أكبر من سنة. ممتاز. نعم، ومنظم، منظم في عمله. تمام، ما شاء الله. الأستاذة إكرام، الأستاذة ضحى عفوا. مرتب الأفكار في الموهبة الموهوب فيها، يعني في الجانب الموهوب به. و يعني يكون دقيق في ملاحظاته أيضا. تمام. في أكتر حاجة أهم حاجة أنه يصاحب مين؟ ها؟ الكبار، الأكبر منه سنا، صاحب الكبار. أيوه. عشان يستفيد منهم موهبة. نعم. لأن حتى إيه، حتى نعم، يشبعوا موهبة، ينموا موهبة. أيوه. ضبط. بذلك هو بيركز نعم على إيه؟ على النماذج. هو الآن ما شاء الله يريد أنه يكون مثل أفضل عالم، أو مثلا العالم المتخصص في الفيزياء أو في الكيمياء، موهبته في هذا الجانب، فتجدين يبحث في هذه الأشياء ويقرأ فيها ويتوسع فيها. لماذا؟ حتى ينمى موهبته. من يكتشف الموهوب؟ شفتوا، لاحظتم أكثر شخص يكتشف الموهوب هو مين؟ أمه. لاحظتم؟ نعم. أم. مهم. أيوة. جدا في هذا الفيديو، فيديو موجز ولكنه دلالات قيمة. نعم صحيح. نعم. فإذا اهتمام الرسول عليه الصلاة والسلام اهتم بمين؟ بابن عباس، هو ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، اهتم به وهو صغير في السن، فكان ابن عباس يبيت في بيت النبي عليه الصلاة والسلام عند خالته ميمونة، خالة ابن عباس سيدة ميمونة، وكانت زوجة الرسول عليه السلام، فكان ينام النبي صلى الله عليه وسلم في طول الوسادة وينام ابن عباس في عرضها، فيقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل قبل الفجر
بمدة ويتوضأ، فأعطيته، قام معه ابن عباس ويناوله الماء وكذا، ويصلي خلف الرسول عليه السلام، فيصلي خلفه على اليسار، فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه يفتلها ويأتي بها عن اليمين. شوف شوف التعليم العملي، التدريب العملي، الأسوة، الموهبة. فتظهر الموهبة في ابن عباس أنه حريص على إيه؟ على العلم وعلى الفقه. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل في أكثر موقف. فيكون ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. مات الرسول عليه الصلاة والسلام، تعرفون عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس كان كم سنه؟ كم عمر ابن عباس عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من يعرف؟ 10 سنوات. 13 سنة. نعم، لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس كان عنده 13 سنة، لأنه هو ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات فقط. تمام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عاش في مكة كام؟ 13 سنة، وعاش في المدينة 10 سنوات. واضح؟ فابن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات بس. وبعدين عاش مع الرسول، وهو مات الرسول عليه السلام وابن عباس عنده 13 سنة، وابن عباس يبقى يحبر الأمة وترجمان القرآن. الله أكبر. ولذلك عبد الرحمن بن عوف اللي هو مين؟ كبير. عبد الرحمن بن عوف يتعجب ويقول لعمر بن الخطاب، وانتوا عارفين ابو بكر، شوف بقى يعني كان ساعتها عمر ابن عباس كام في عصر عمر لما كان عمر خليفه؟ ابو بكر تولى كام سنه؟ ها، ما كملش 3 سنوات، صح؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم مات سنه كام؟ 11. ابو بكر مات 13، عمر مات كام؟ 25، صح؟ وعثمان 35، وعلي 40. فلما عمر بن الخطاب رضي الله عنه تولى الخلافة كان ابن عباس عنده كم سنة تقريبا؟ 15-16 سنة على أقصى تقدير. وكان عمر بن الخطاب يدنيه، يقرب ابن عباس منه ويجعله عضوا بارزا في أعضاء مجلس الشورى كما في الصحيح. فتعجب عبد الرحمن بن عوف وقال يا أمير المؤمنين ما لي أراك تقرب هذا الفتى وإنه كأحد أبنائنا. ده طفل صغير مراهق يعني 15 سنة، يعني شاب، ما يبقاش كلمة مراهق ولكن صغير مهما كان 15 سنة. فيقول له عمر بن الخطاب إنه ممن علمتم، أنتم تعرفون أنه من آل البيت وتعرفون أنه عالم وكذا، وفي رواية إنه فتى الكهول ذو عقل عقول ولسان سؤول. ثم يريد عمر بن الخطاب أن يقيم عليهم الحجة ليظهر موهبة ابن عباس، فيستدعيهم جميعا، يستدعي كبار الصحابة ويسألهم يا معشر الأصحاب ما قولكم في تفسير سورة النصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح، السورة. فكلهم أجمعوا على تفسير واحد اللي هو إيه؟ قالوا إن الله سبحانه وتعالى يدعو حبيبه صلى الله عليه وسلم إذا فتح الله عليه البلدان والأمصار أن يسبح بحمد ربه وأن يستغفره إنه كان توابا. خلاص، هذا ظاهر السورة. نعم، هذا الظاهر. فقال لابن عباس وما تقول فيها يا ابن عباس؟ فقال له أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه. الله أكبر، أجل رسول الله، إيش جاب أجل رسول الله؟ قال لك تعالى بقى شوف شوف ده، خلاص هو فهم، عمر فهم والصحابة فهموا، بس أنا هشرح لكم بقى العلماء كيف فهموا. قالوا إن الله سبحانه وتعالى يدعو حبيبه صلى الله عليه وسلم إذا فتحت عليك الأمصار والبلدان ودخل الناس في دين الأفواج فانتبه وتذكر أن أجلك قد اقترب، فينبغي أن تجهز الزاد للقاء رب العباد سبحانه وتعالى. كيف تجهز الزاد؟ التسبيح، سبح حمد ربك واستغفر انك تواب. طب ليه؟ لماذا التسبيح؟ قال العلماء علمنا رسول، انتبهوا جيدا، قالوا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء كفارة المجلس. قال صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا فكثر لغطه فليقل ايه؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اتوب اليك. والنبي صلى الله عليه وسلم الآن يختم حياته
فيختمها بإيه؟ بكفارة، مش كفارة المجلس، كفارة الحياة كاملة. شوف كده، لاحظ معي، سبحانك اللهم وبحمدك، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح، أي سبحانك اللهم وبحمدك، فسبح بحمد ربك ها واستغفر، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت ها نستغفرك ونتوب إليك، واستغفره إنه كان توابا. الله، شوف الفقه. ولذلك لما قال ابن عباس أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه، قال عمر والله ما أعلم منها إلا مثل الذي تعلم. هذا التفسير الصحيح، واضح. فأقام عمر بن الخطاب على الصحابة الحجة بأن ابن عباس عالم الأمة، حبر الأمة وترجمان القرآن، وهو القائل. طبعا الناس اللي هتتابع معنا إن شاء الله دبلومة التفسير، شغالين حاليا في زاد المسير لابن الجوزي، الشغوفون بتفسير ابن الجوزي، بالتفسير عموما، يتابعون معنا إن شاء الله. الدبلومة بدأت أمس، وأحد الأحباب معنا يتابع معنا، احنا في الحلقة الثانية، وغدا إن شاء الله الجمعة، ما عرفش، ربما ما عندناش الجمعة، الثلاثاء الأربعاء الخميس فقط، تمام، الثلاثاء الأربعاء الخميس، ثلاثة أيام في الأسبوع، وهنشوف كيف فسر ابن عباس القرآن، وكيف، ما هو تفسير القرآن، على كم وجه وكذا إلى آخر. فإذا نجمل القول قبل أن نختم اليوم إن شاء الله، إن الموهبة تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى اهتمام واعتناء. شوف لما رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتم بابن عباس ودعا له، أصبح إيه؟ أصبح حبر الأمة وترجمان القرآن. طبعا هذه الصورة من اليابان لما كنت في جزيرة أوكيناوا، وهذه الجزيرة تتميز بالمعمرين، وجزيرة عجيبة الحقيقة، يعني الناس فيها يتعاملون معاملة من أعجب ما يكون، كبارا وصغارا. واليابان متوسط العمر في اليابان 90 سنة، يعني اللي عنده 70 سنة 80 سنة ده يعتبر لسه إيه، في مقتبل العمر، شباب. المتوسط هناك 90 سنة. إمبراطور اليابان اللي هو سلم، لسه سلم الخلافة، سلم الإمبراطورية لابنه منذ أيام، وغيروا اسم العصر، اسم العهد، لأنه كل إمبراطور بيغير اسم العصر اللي هما فيه. عنده كام؟ عنده تقريبا 93-95 سنة، يعني زي ما فوق 90، وتشوفيه عادي يعني، تمام. فعندهم مواهب، وفي هذه الجزيرة عندهم اللي بيحافظوا على الصحة جيدا عندهم، وعندهم معهد لطول العمر، يعني برضو انهم بيحافظوا على كل لحظة في حياتهم، وفي نظام عجيب عجيب، كوكب الحقيقة، اليابان كوكب. فطبعا انا زرت مدرسة هناك وصورت، شوفوا جالسين ازاي، شوف بالله عليكم، هذه الصورة لوحدها درس، شوفوا جالسين ازاي، وشوفوا الاساتذة جالسين معاهم ازاي، الاستاذتين جالسين معاهم وبيرحبوا بيهم وايه، وجالسين كأنهم في البيت، مش مسألة مدرسة لا. كيف بقى بيكتشفوا المواهب؟ بيعطوا لكل طالب فرصة ليتكلم، قول يا ابني زي ما انت عايز، قول، افتحوا له الباب، مش كل ما يتكلم اسكت يا ولد اسكت يا ولد اسكت يا ولد، زي ما احنا بنعمل فعلا معهم. لحد ما حطمنا الاولاد. شوف الصورة لوحدها درس، تمام. طبعا ده فوق تاني، اصغر في السن، كانوا رايحين لسه داخلين في المدرسة، انا مشيت معهم ما سبتهمش، قلت لهم انا معاكم. وطبعا خدت صورة معاهم، وده من امام المدرسة. شوفوا ملبسينهم الملابس دي عشان ايه؟ عشان الامطار، وبيعملوا لهم العلامات دي برضه عشان السيارات اللي هم بيعبروا الطريق ينتبهوا ليهم. طيب تعال نشوف، نختم بخصائص الموهوبين، وبكره ان شاء الله هنتحدث عن اساليب واساسيات وايه ونماذج من الدول، وهناخد برضه النموذج الياباني ولو باطلاله سريعه. نختم بهذا الفيديو ان شاء الله اللي هو خصائص الموهوبين. احنا شفنا الصفات، تعالوا بقى نشوف الخصائص. بتظهر عندكم الشاشة الفيديو؟ نعم نعم ظهر.
كل الصعايب بيدنا تسهل بعونه ربنا إيماننا بأفكارنا أحيا الأمل فينا هذا الزمن أصبح لنا ما تلقى ضعف في قلبنا لنا شباب وكلنا بالعزم غنينا كل الصعايب بيدنا تسهل بعونه ربنا إيماننا بأفكارنا أحيا الأمل فينا فينا هذا الزمن أصبح لنا ما تلقى ضعف في قلبنا لنا شباب وكلنا بالعزم غنينا ردد معاي وقول ما في مستحيل ردد معاي وقول ما في مستحيل رددها وانقلها لجيل بعد جيل ردد معاي وقول ما في مستحيل رددها وانقلها لجيل بعد جيل وعقولنا هي رؤوس أموالنا ما قلت لك هذا الزمن أصبح لنا لنا شباب وكلنا بالعزم غنينا بالعزم غنينا بيدنا تسهل بعونه ربنا إيماننا بأفكارنا أحيا الأمل فينا فينا هذا الزمن أصبح لنا ما تلقى ضعف في قلبنا لنا شباب وكلنا بالعزم غنينا هويا طبعاً الكلام بيكون مش واضح هو طبعاً مكتوب بالخصائص السلوكية وفي خصائص أخرى اللي هي خصائص الإيه خصائص التعليمية تمام في أيضاً الخصائص الإيه طبعاً إحنا نبقى نعطيكم شرائح فيها الخصائص الإيه الخصائص الإبداعية كل خصيصة لها نظام ويتميز بها هؤلاء الموهوبون تمام مرحبا استاذ نيفين خلاص احنا خلصنا اهو جازنا احنا الشباب نفتح لجل اهدافنا مليون باب نبني الوطن بنجازنا احنا الشباب نفتح لجل اهدافنا نفتح لجل أهدافنا مليون باب نوقف على الأرض مثلا الخط مش واضح بيقول يخفون قدراتهم أحيانا حتى لا يبدون شاذين بين أقرانهم تمام يعني هو عنده اكتفاء ذاتي الشخص الموهوب عنده اكتفاء ذاتي لا يحب أنه يفضل يظهر وأنا عملته أنا وأنا لا تمام دي مهمة جدا أيضا من باب إيه لا تخصص رؤياك على إخواتك في كده وكده ومن باب أن الإنسان يعني يحافظ على موهبته لنفسه يحافظ على موهبته ربما يحسد لأن أيضا في إشارة في نفس الصورة في سورة يوسف لما قال إيه وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة قال علماء لأنه خشي عليهم من الحسد أنت عندك مواهب ما تظهرش كل المواهب خليك كده إيه تأنى نفتح لجل أهدافنا مليون باب نوقف على الأرض ونجاري هالسحاب في معجم الإنجاز أهم شيء عند الموهوبين التحدي يعني
يعني مش بسهولة ان هو يستسلم. الموهوب لا يستسلم بسهولة، تمام؟ يتحمل ويواجه التحديات وعنده اصرار شديد ان هو لابد في معجم الانجاز نتحدى الصعاب لنا شباب وكلنا. طبعا الحافز والحوافز ده شيء مهم جدا. ده ملخص اللي ملخص الكلام، وان شاء الله بقى نعطيكم الشرائح. بارك الله فيكم ونفع الله بكم. ان شاء الله غدا سيكون موعدنا يعني كما نحن اليوم، بس انا نفسي يعني احنا قلنا 7:30 او 7، يعني 7:30 يا ريت الكل يحضر ان شاء الله، يعني هيبقى 7:30 بتوقيت المغرب، 9:30 بتوقيت مكة. فياريت ان شاء الله عندما يعني يكون هذا الموعد نحضر ونلتزم بالموعد، وكل واحد لو يعرف يجي مع واحد ولا اثنين بحيث نستفيد ان شاء الله. والحضور مجانا يعني ما فيش اي مشكله، حتى رسوم الدبلومه كامله 22 دوره رسوم رمزيه مش حاجه يعني. تمام، بارك الله فيكم، وحضروا ان شاء الله، فكروا في هذا الموضوع الى الغد اللي هو اساليب واساسيات اكتشاف الموهوبين. حتى الغد ان شاء الله حضروا وفكروا في العناصر الباقية معنا اللي هو اساليب واساسيات اكتشاف الموهوبين وكيفية او خطط وادوات اكتشاف الموهوبين او برامج رعاية الموهوبين. فكروا في هذه الاشياء ان شاء الله وحضروا لها، بحيث ان شاء الله تكون تجربة قوية ويعني دورة نافعة ومؤثرة في حياتكم ان شاء الله. واهم شيء التفعيل وتطبيق كل ما تعلمناه، والا فلا قيمة لهذه الدورات. لابد أن نتبع الإيه؟ القول بالعمل، كما قال علي رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. بارك الله فيكم، حفظكم الله ونفع الله بكم، وصلي اللهم وسلم وبارك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.